تقرير البنك الدولي أو توقعات البنك الدولي، لما يديني مع الأزمات اللي موجودة حاليا في العالم كله، إن في تقريبا إحنا بنتكلم على 14 دولة هيحصل معدل نمو ليها في الاقتصاد 6% أو أكتر من 6%، مصر رقم 1.61 واحنا ما وصلناش الرقم ده من ساعة كورونا. يعني خليني اقول ازاي، ايه اللي خلى البنك الدولي يتوقع مثل هذا الشيء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني في البداية البنك الدولي احدى المؤسسات التمويل الكبرى العالمية، وكمان بيت خبرة بيلعب دور بشكل أو بآخر في اقتصادات كل الدول، هو أيضا بيصدر تقارير دولية ومستمرة بيعمل عملية تقييم للاقتصاد العالمي وتقييم للتجمعات الإقليمية وتقييم لعدد من الدول. طبعا احنا شفنا ان البنك الدولي في تقريره أفاق الاقتصادية، وهو احنا بنقول عليها تقارير متتابعة، عدل من رفع توقعه لنمو الاقتصاد المصري لأكثر من 6% زي ما حضرتك قلتي، مع مجموعة من الدول، مع مصر، مع مصر والسعودية والعراق وبنجلاديش يعني في والهند أيضا من الدول اللي معدل النمو بتاعها يمكن هيتجاوز الأزمة. وزي ما هو برضو كان نفس المؤسسة أو كان معاه عدد من المؤسسات الدولية أخرى برضو اللي كان أيام سنة 2020 كورونا، برضو خلى مصر معاه 5 دول تاني أو 6 دول تاني على أقصى تقدير خرجت من فخ الركود في عام 2020. طبعا يعني برضو علشان نضع في الاعتبار ايه هو معدل النمو، عشان الناس تفهم ايه معدل النمو المقصود بيه معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي. طيب ايه هو الناتج المحلي الاجمالي؟ اللي احنا بنعرفه ان هو مجموع ما يتم انتاجه من سلع ومنتجات وخدمات داخل حدود الدولة الجغرافية في فترة عدا سنة. ده معناه ان العام 2022 تقريبا من اوله لنهايته هيكون في زيادة في كل خدمات، لكن ما بتكلمش على مثلا دخل قناة السويس، الفلوس اللي بتخش عامة، يعني ما بقولش ده، ملهاش دعوة بالناتج المحلي ده. لا دخل، انا بقول حضرتك ما يتم انتاجه من سلع وخدمات، خدمات فقط قنوات السويس. خدمات طبعا، خدمات تدخل من ضمنها طبعا، بتخش في الخدمات، فكل ما بيتم والسياحه بتخش في الخدمات طبعا، خدمات طب وفلوس المصريين في الخارج بتخش في النشاط الاقتصادي طبعا للدوله بتخش. ويمكن تحدث المؤسسات الدوليه تحدثت ان يعني السبب النشاط الاقتصادي او سبب يعني ان مصر يعني قدرت تتعامل مع الازمات السابقه وممكن تعدي عليها الازمه دي بسلام، ان زياده تحويلات المصريين للخارج ده عملت وفره طبعا في النقد الاجنبي ما نقدرش ننكر، بالاضافه الى النشاط الاقتصادي ودعم الصادرات زادت، القطاع الصادرات زاد بشكل كبير، خاصة صادرات الغاز المسال والصادرات البترولية. احنا شفنا يمكن ان الصادرات المصرية وصلت ل 43 مليار في يوم، 30 مليار صادرات سلعية. يعني هو ده العوامل اللي ساهمت بشكل او باخر في ان يكون في نشاط اقتصادي في الفترة السابقة، وان يكون وتيرة النشاط الاقتصادي هي اللي قدرت تحافظ على معدل النمو في اطار ان الاقليم وفي العالم كله في ازمات. وده طبعا برضو من في النهاية يعني اللي يسمعني ده ما ينكرش طبعا ان في ازمة وفي تضخم موجود صحيح في كل دول العالم، ومصر جزء من العالم، فبالتالي هي تلك الازمة اللي ذات موجودة. طيب يعني